حلقة جديدة من برنامج المنصة. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. إذن موسم آخر كررت فيه الدراما اليمنية رتابتها بحسب البعض، ولم تكن في مستوى الانتظار الذي كان يأمله الكثير. غابت البرامج الإنسانية عن الشاشة وحضرت بشكل يسير، في حين غابت القنوات الحكومية عن الإنتاج الرمضاني لتخلو الساحة للقنوات الخاصة التي أعادت إنتاج نفسها بذات الأفكار والمسلسلات الركيكة. الواضح أن هناك مشكلة حقيقية لدى المنتج اليمني في إنتاج دراما جادة، وتم اللجوء إلى الكوميديا التي بدت بنظر الكثير فقيرة في الإبداع، أمر رأى فيه الكثير من المتابعين أن له أسبابا كثيرة، أهمها أزمة في النصوص وافتقار للمعالجة الفنية الجادة، بالإضافة إلى شحة الموارد والداعمين، وهي أسبابا حصرت الدراما اليمنية والبرامج الرمضانية بين محاولة استغلال الموسم الرمضاني للكسب وملء الفراغ في الخارطة البرامجية ليس أكثر، وبين الاستمرار على ذات النسق عن المسلسلات والبرامج التلفزيونية اليمنية خلال شهر رمضان. هل عالجت الواقع أم عملت على تشويهه؟ ولماذا غابت القنوات الحكومية في هذا الشهر عن الشاشة الرمضانية؟ وما السبب في حضور القالب الكوميدي رغم الواقع المأساوي؟ سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نتابع التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. الكثير من المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها على القنوات اليمنية خلال شهر رمضان تسير في خطها الثابت المعتاد، فيما يقول البعض إنها تراجعت متأثرة بظروف الحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات. غابت القنوات الحكومية منذ سيطرة ميليشيا الحوثي عليها عن عرض المسلسلات الدرامية خلال شهر رمضان، لتحظى القنوات الخاصة بفرصة عرض مسلسلاتها التي يغلب عليها الطابع الكوميدي. 6 مسلسلات عرضتها القنوات اليمنية خلال هذا الشهر أنتجت في ظل الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى البرامج السياسية الساخرة وبرامج إنسانية ومسابقاتية يتوزع إنتاجها على 5 قنوات يمنية. تعالج هذه المسلسلات القضايا والمشكلات التي يواجهها اليمنيون، ابتداء من العادات والتقاليد وانتهاء بالآثار السلبية التي انتجتها الحرب خلال 4 سنوات الماضية. أما البرامج الساخرة فقد ركز أغلب محتوياتها على الجانب السياسي أكثر من الاجتماعي. مع بداية عرض هذه الأعمال انقسم المشاهدون حيالها بين من وصفها بالركيكة التي لا تصل إلى مستوى الانتظار وأنها تشوه من الواقع أكثر من كونها تعمل على معالجته، وفريق آخر واظب على متابعتها راضيا بما قدمته رغم الاختلالات الكثيرة فيها حد وصفهم. يجادل هذا الفريق بأنه لا يمكن تحميل المؤسسات الفنية كل مشاكل الإنتاج الدرامي، فالبلد على كل حال لا تتوفر على تجربة ذات أهمية في المجال، كما أن ضعف الإمكانيات وانعدام مراكز تكوين الممثلين تلعب دورا رئيسيا في هذا الضعف، بالإضافة إلى الواقع الصعب الذي خلفته الحرب، وهو ما يلقي بأثر سيء على أي إنتاج فني. نستقبل أول الاتصالات لهذه الحلقة، ومعنا من السعودية الأستاذة هدى جعفر، وهي كاتبة وناقدة سينمائية. مرحبا بك هدى. صباح النور، أهلا وسهلا عزيزتي أمل. صباح النور، أهلا بك يا هدى. سأسألك بصفة عامة، الدراما اليمنية وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ما هو تقييمك لها بشكل عام خلال السنوات الأخيرة؟ ما أسباب الضعف ومكامن الخلل؟ طبعا الدراما اليمنية عموما تعاني من جملة المشاكل التي يعاني منها الإنتاج الفني أو الأشكال الثقافية في اليمن، سواء كان الفن التشكيلي، الأفلام يعني على رغم قلة الإنتاج، المسرحيات، الروايات. هناك اعتقاد لدى صانع المحتوى الفني في اليمن أن هدف الفن هو أن يكون نسخة من الواقع، كوبي بيست من الواقع، وهذه فكرة قد تجاوزها العالم منذ سنوات، يعني هذه يعني منذ عقود قد انتهت. لم يعد الفن مرآة للواقع، ولا يجب أن يكون كذلك. الفن
يجب أن يقدم رؤية ذاتية لصاحبه، فكر شخصي، معالجة. حتى لو أراد أن يناقش الواقع يجب أن يكون هناك فنية في يعني نواحي فنية في الإنتاج، فكر جديد في طرق طرح القصص وفي رسم الشخصيات. أما فكرة أن الواقع يجب أن يكون، أن الفن يجب أن يكون نسخة من الواقع، فهذه فكرة يعني غير صائبة على الإطلاق. المشكلة الأخرى، المسلسلات عموما تعاني من النصوص الرديئة. هناك اتجاه يؤكد على ضعف الأموال. الأموال أو الإنتاج لم يكن يوما من الأيام سببا أو مبررا لضعف الإنتاج الدرامي. هذه نقطة غير صحيحة. يعني كنا نشاهد قبل عدة سنوات الدراما السورية من أقوى ومن أكثر الدراما العربية يعني تنوعا وجودة، وكانت سنوات طويلة تعاني، يعني قبل سنوات الحرب طبعا كانت تعاني من ضعف الإنتاج ومشاكل الإنتاج، ورغم ذلك لم يكن هذا الموضوع حائقا أمام الدراما السورية. المشكلة في النصوص، لا يوجد هناك نصوص جيدة، لا يوجد هناك دماء جديدة تكتب في اليمن للدراما اليمنية. هناك يعني أفكار مكررة وأساليب يعني مستهلكة، ورغبة في تحقيق الربح يعني واستسهال، ويعني صانع يعني المنتج يريد أن يكلفت يعني كلفت أي حاجة يعني أي إنتاج يرميها لوجه المشاهد وسوف يقبله. هذه هي المشكلة الحقيقية أعتقد التي تعاني منها الدراما في اليمن. نعم، هدك كررتي في سياق حديثك بأن قد يكون الخلل في ضعف النصوص. معقول هدى ليس لدينا كتاب حقيقيين في اليمن؟ لا، لدينا كثير من الكتاب، ولكن لا يستطيعون أن يصلوا إلى المنتج. هذا بسبب الفساد الإداري والفساد، بسبب الفساد، بسبب المحسوبية، بسبب فساد النخب الثقافية والنخب السياسية، بسبب فساد هؤلاء. يعني ليس فقط المشكلة، لا أريد أن أرمي بالمشكلة على المخرجين والممثلين، يعني كان الله في عونهم في بلد مثل اليمن، لكن أنا أتحدث عن فساد النخب السياسية والنخب المثقفة أيضا. هناك في يعني يعني جاب يعني ايش الكلمة هناك في فراغ أو في بون بين الكتاب الشباب الذين يريدون أن يصلوا يعني يصلوا أصواتهم إلى الجماهير، والأسماء التي تحتكر هذا الجانب يعني في الكتابة. يعني إذا جلست مع أي كاتب شاب يريد يعني سيقص لك قصصا يعني أليمة عن رغبته في إيصال صوته، أو يجعل مثلا المنتج الفلاني يسمع صوته، أو القناة الفلانية، أو الوزير الفلاني، أو الجهة الفلانية، أو الوزيرة الفلانية، يجد صعوبة في ذلك. فلا، هناك مواهب في التمثيل وهناك مواهب في الكتابة، لكنها لا تجد طريقها ولا تجد القنوات الصحيحة والقنوات التي تستطيع يعني أن توصل أصواتهم إلى الجماهير. نعم هدى، أيضا في سياق حديثك تطرقت إلى أنه ليس من الصواب أن تكون الدراما نسخة من الواقع إن لم أكن مخطئة. نعم. وهذه نعم. كانت نقطة ذكرها الكثير، ولكن على العكس الكثير من المشاهدين الذين علقوا على موضوع الحلقة في مواقع التواصل الاجتماعي كانت النقطة التي ذكروها كسلبية، أنها لم تعكس الواقع، أنها تركزت المسلسلات أو الدراما في هذا العام بالجانب الكوميدي وناقضت الواقع المأساوي الذي يعيشه اليمنيون. رأوا للموضوع بأنه سلبية، بينما أنت قلت ليس من الصواب أن تعكس الواقع. وضحي لنا أكثر هذه الجزئية هدى. طبعا شوفي، هو اللجوء صناع الدراما إلى الكوميديا يعني في هذه النقطة ترتكب جريمتان. الجريمة الأولى هو تقديم عمل رديء، هذا أولا. العمل رديء لأنه لم يكتب بشكل جيد وليس لأنه كوميدي. الجريمة الأخرى هو الإساءة إلى الكوميديا. الكوميديا من أعقد الفنون الدرامية ومن أكثرها احتياجا إلى الكتابة الجيدة ورسم الشخصيات المتقن والإيقاع المنضبط والشغل المحترف. في أحد المقابلات قال، كان في أحد البرامج في قناة MBC، كان الفنان السوري دريد لحام يتحدث عن الكوميديا، تنفيذ المسرحيات الكوميدية على المسرح. قال نقطة ثانية صمت في الحياة العادية تعتبر ثانية، لكن ثانية صمت على المسرح كأنها ساعة. فالكوميديا من أعقد الفنون، لكن لسبب لا أعرفه، يعني لسبب مجهول أو ربما من باب الاستثناء، يقوم صناع الدراما بالاعتماد على الكوميديا لاعتقادهم
بأنه إحنا ممكن نأتي بأشخاص يقلدون لهجات معينة بحرف معينة أسماء معينة ونقدر للمشاهد أي عمل ونكروت أي حاجة وضحك ونكت وخلاص وإحنا سوينا مسلسل كوميدي. وهذه مشكلة أولا لأنه عمل رديء، المشكلة الأخرى لأنه يسيء إلى الكوميديا. بالمناسبة في رمضان أنا واجهت كثير يعني على فيسبوك وعلى تويتر اعتراضات من كتاب يعني ومن مثقفين يعني يعتقدون أن الدراما يعني التراجيديا الحزن أرفع الدرجة من الكوميديا، وهذا جهل مريع، هذا جهل مخوف، لأن الكوميديا الكوميديا والتراجيديا وجميع أشكال الجانرات الفنية هي لا يوجد جانر سيء وجانر يعني لا يوجد جنس فني رديء وجنس فني جيد. هناك كتابة جيدة تصنع العمل الجيد، وهناك كتابة رديئة تصنع المسلسل الرديء. نعم. الكوميديا ليست درجة ثانية أبدا، الكتابة الرديئة هي التي تجعل العمل درجة ثانية وثالثة وعاشرة كمان. نعم هدى، إذا ما تكلمنا على عوامل النجاح بحكم خبرتك، ما هي عوامل أو بنود النجاح لأي عمل درامي أو تلفزيوني؟ هل عدد المشاهدات أو نسبة المشاهدات أيضا من عوامل النجاح؟ إذا كنا نرى العمل في الفترة الأخيرة رديئة كما يصفها الكثير، ولكن نسبة المشاهدة عالية، ما الذي يدفع المشاهدين أو الناس للمشاهدة؟ شوفي، نسبة المشاهدة ليست دقيقة، لأن أنا ممكن أتفرج على حاجة عشان أشتمها مش عشان أنا عاجباني. يعني نسبة المشاهدة هذا من المشاكل التي أحيانا النسبة المضللة أو الحقائق المضللة التي يقدمها السوشيال ميديا أو وسائل التواصل اليوتيوب، أن يعتمدون على الأرقام المشاهدة. لا، الأرقام المشاهدة ليست دليلا على النجاح، بل يعني نقاش المجتمع حول هذا الموضوع، بقاء الشخصيات، تأثر المجتمع بشخصيات المسلسل، نقاشهم حتى لو كان نقاشا يعني من أجل الانتقاد، يعني هذه أيضا عملية جيدة. لكن ارتفاع نسبة المشاهدة ليست دليلا على النجاح، ربما من باب التسلية، ربما عشان يعني من الفراغ. يعني كمان في النهاية المجتمع اليمني يريد أن يشاهد شيئا، خاصة المغتربين يريدون أن يشاهدون شيئا يمت لليمن، يريدون يذكرهم بذلك بتلك الأيام وبذلك بتلك الأجواء. يعني فنسب المشاهدة من وجهة نظري ليست دليلا على النجاح على الإطلاق. صحيح. هدى، سؤال أخير قبل أن أختم معك، ما الذي تحتاجه الدراما اليمنية والأعمال التلفزيونية بشكل خاص؟ تحتاج الدراما أن تحل عن سماها السياسة السياسة التي التهمت الفنون في أيام الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح، استمرت في عهد الحكومة الشرعية وتفاقمت واستفحلت في عهد الهمجية الحوثية. يعني كي تفلح الدراما يجب أن تنزاح عنها السياسة، هذا أولا. ثانيا، يجب أن يكون أن يفتح المجال للكتاب الجدد من الشباب ومن الفتيات لتقديم نصوص جيدة، إقامة ورش عمل السيناريو للكتابة، كتابة السيناريو. يحتاج إلى، وإذا أراد يعني كمان عشان يعني من باب الإنصاف من باب الموضوعية، إذا أراد يعني صانع مسلسل أن يحاكي الواقع، طبعا اكيد لا مشكله. يعني هذا ليس وجهه نظر، يعني انا انتمي الى الفكره التي تقول ان الفن للفن، لكن اذا اراد شخص ان يحاكي الواقع فلينتهج نهجا غير الكوبي بيست، غير النسخ اللصق. لانه انا اكيد عندما اريد ان اعيش في واقع ماساوي، انا لا اريد ان افتح المسلسل لاشاهد واقع ماساوي اخر، اكيد لا. انا لا اريد ذلك، انا كمشاهده يعني. فيعني يجب ان يفتح المجال، يعني ان يكون هناك يعني قنوات للشباب، للكتاب الجدد، لانفتاح على أفكار جديدة، انفتاح صناع الدراما اليمنية على تجارب أخرى، على تجارب أخرى في العالم العربي أو في العالم بشكل عام، من أجل يعني تجديد الدماء وتجديد يعني تقديم دراما جيدة، يعني تقديم دراما تستحق المشاهدة والمشاهدة والاهتمام. وهناك بس نقطة أمل أريد أن يعني أذكرها قبل أن أختم. أنا أريد أن أشكر كل زملائي وأصدقائي من الممثلين والمخرجين الذين تعاملت معهم، والذين أعرف كمية المعاناة التي يعانونها في اليمن. أريد أن أذكر أسماء مروة خالد، سالي حمادة، عمرو جمال، المخرج الكبير الصديق صلاح الجبوري، صلاح الوافي، يحيى إبراهيم، أيمان إبراهيم، كل هؤلاء الأسماء، كل الممثلين يعانون معاناة مضاعفة. يعني ليس من المنصف أن نرمي عليهم كل اللوم من أجل الإنتاج، يعني في سبيل يعني الانتقاد. هم في النهاية أشخاص يريدون أن يعملوا، يريدون أن يستمروا في العيش.
هي ليست مشكلتهم على الإطلاق، هم ما يحدث لهم هم نتيجة لسنوات من الإفساد، سنوات من التهميش، سنوات من التجهيل. أشكرهم شكرا جزيلا كلهم، يعني اللي ذكرتهم أو الذين لم أذكرهم. السياسة والمجرم الأساسي والمتهم الأساسي في نظري هو السياسة اليمنية والحكومات التي تعاقبت على اليمن أولا وأخيرا. صحيح، وهي تحايانا أيضا منا إليهم، وجيد أنهم ما زالوا يطلعون بعمل في ظل هذه الظروف. إذن الكاتبة والناقدة السينمائية هدى جعفر، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك هدى. الآن معنا وضاح الجليل الذي ينضم إلينا من مصر، مرحبا بك وضاح. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. مساء النور وضح. بداية، هل تابعت مسلسلات محلية يمنية هذا العام؟ نعم، هذا العام تابعت بعض المسلسلات، ليس بشكل كامل، تابعت بعض حلقات المسلسلات. هناك إذن وضح، ما الذي دفعك لمتابعة الأعمال المحلية في ظل هذا الكم الهائل من الأعمال العربية؟ للأسف الشديد نحن نتابع بدافع الحنين فقط للواقع اليمني، بدافع البحث عن شيء يشبهنا، لكن ليس بدافع الاطلاع أو دافع البحث عن المتعة. نبحث عن ما يشبهنا في الدراما اليمنية، لذلك نحاول أن نقترب منها بهذا الشكل، أن تفتح هذه المسلسلات لنجد أناس يشبهوننا، يأكلون ما نأكل، يلبسون ما نلبس، يتحدثون بلهجاتنا، لكن البحث عن الإبداع والمتعة في الدراما اليمنية للأسف غائب ولا يمكن الحصول عليه بسهولة. هناك كمية من الصراخ وكمية من التهريج في ما تسمى بالدراما اليمنية، كمية لا نستطيع التعاطي معها بإيجابية، نتأملها كما ذكرت لك بحثا عن ما يشبهنا، وفي نفس الوقت نجد ما يشعرنا بالحسرة والأسف. الشخص اليمني أو الإنسان اليمني يتم تقديمه عبر هذه الدراما إما كمهرج أو كفهلوي أو كشخص عبيط ومتخلف وساذج. إضافة إلى ذلك أن هذه الدراما نفسها والتي تعرض على هذه على كل هذه الشاشات تقدم أيضا الإنسان اليمني غير قادر على الإبداع وغير قادر على إنتاج دراما تمثل واقع أو تشبه هذا الواقع أو تعكسه. الدراما من المؤكد أنها مثل الكثير من الأعمال الفنية هي بنت الواقع وهي نتاج له، لكن ما يحصل في على هذه الشاشات اليمنية هو مجرد صورة سلبية غير حقيقية وغير منطقية. لا، المظاهر فقط تشبه الإنسان اليمني، لكن ما عدا ذلك هناك شبه تشويه للإنسان اليمني عبر هذه الدراما. لا نستطيع أيضا أن نعمم بهذا الشكل السلبي، نستطيع أن نقول أن هناك خامة يمكن أن العمل عليها، هناك ممثلون يمكن أن يكونوا نجوما في المستقبل، يمكن أن هم بالفعل حاليا يقدمون إبداع، لكن هذا الإبداع يأتي في سياق عمل كامل متكامل سيء ورديء. هناك قدرة لدى عدد من الممثلين على الإبداع وتقديم أنفسهم بصورة جيدة وتقديم مشهدية رائعة وأداء راقي جدا، لكن السياق العام للأعمال الدرامية المقدمة سيء ورديء، ويظهر من خلاله هذا الفنان بشكل غير مكتمل وغير ناضج. نعم تفضل. نعم، وضح، كان من الملاحظ أن جميع المسلسلات والدراما التي عرضت كانت كلها بالطابع الكوميدي، برأيك لماذا غلب الطابع الكوميدي على هذه الأعمال برغم أن الواقع مناقض لذلك تماما؟ هل هو هروب من الواقع؟ هل ممكن أن نعتبره هروب من الواقع المأساوي؟ هو نوعا ما محاولة للهروب من الواقع، لكن
هناك اعتقاد في أذهان صناع هذه الدراما بأن الكوميديا هي أقرب وأفضل الوسائل أيضا للوصول إلى الجمهور وللحصول على المشاهدين، وبالتالي أيضا الحصول على الأموال التي يمكن أن تجنيها هذه المسلسلات من خلال الإعلانات وما إلى ذلك. لكن مشكلة هذه الكوميديا أيضا أنها غير ناضجة. لسنا نعترض على الكوميديا وعلى السخرية، لكن الكوميديا لابد أن تكون ناضجة. ما نراه هو أشبه بالتهريج، إضافة إلى أن المسلسل بأكمله أو العمل الدرامي بأكمله يراد له أن يكون كل العاملين فيه أو عفوا كل الممثلين أو غالبيتهم كلهم كوميديون وكلهم يقدمون النكتة والفكاهة، وهذا غير منطقي. الأعمال الكوميدية تحتاج إلى وجود تناقضات، هناك يكون الجزء منها جاد وهناك جزء آخر نقيض كوميدي، وهذا ما يبرز الكوميديا. أما أن يكون جميع الممثلين أو غالبيتهم يحاولون تقديم الكوميديا، هذا أمر غير منطقي وغير ممكن، إضافة إلى أن ما يتم تقديمه هو ليس كوميديا وليس سخرية من الواقع، بل هو تهريج. الكوميديا والسخرية تحتاج أولا إلى الحرية، ثم إلى الوعي بما يتم نقده وما يتم السخرية منه، وإنتاج واقع أو إنتاج بديل له. لكن ما يحدث هو مجرد نكات مبتذلة، غالبا يعتقد صناع هذه الدراما بأن وصلت الفكرة وضح في هذه الجزئية. استغلالا للوقت أريد أن أسألك أيضا عن لماذا غابت العمل عن القنوات الحكومية. من الملاحظ أن جميع العمل هذه السنة سواء كانت مسلسلات ودراما أو برامج تلفزيونية اقتصرت على القنوات المحلية وغابت شبه تام عن هذه الأعمال عن القنوات الحكومية. هناك حالة من الترهل لدى المؤسسات الحكومية كما نلاحظ في خصوصا في السنوات الأخيرة بسبب الانقلاب والحرب، وأصبحت هذه القنوات وكأنها معنية فقط بتقديم خطاب إعلامي خاص بالحرب أو إعلام حربي، تخلت عن كافة مسؤوليتها في مختلف النواحي، وضم ذلك الدراما. الدراما تحتاج إلى جهود جبارة وليس مجرد إعداد بسيط كما يحدث. إذا فتحنا الآن إذا فتحنا القنوات الحكومية لا نجد سوى برامج مرتجلة وبرامج حوارية من التي يسهل إنتاجها وإدارتها بسهولة، وحتى البرامج المسجلة هي غالبا تتم بنفس الطريقة وغالبها بطريقة السرق والإعداد السريع. لذلك تخلت وزارة الإعلام اليمنية والقنوات اليمنية عن مسؤوليتها في هذا الشأن، وأصبح وجود القنوات فقط وجود شكلي وليس حقيقي، ولا يقدم خطابا إعلاميا على كافة المستويات سواء الدرامية أو غير ذلك، لا يقدم أي خطاب إعلامي حقيقي. نعم. إذن وضاح الجليل كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك وضاح. الآن اتصال آخر من نبيل الفقيه من السعودية، مرحبا بك نبيل. سلام الله عليك أخت أمل وعلى المشاهدين الكرام، وصلاة مباركة على الجميع. أهلا بك نبيل، ما رأيك في الدراما اليمنية هذا العام؟ هل شاهدت أعمال محلية؟ أنا لست متشائما أو منتقدا بكثرة لهذه الأعمال، بناء على دراسة الواقع، يعني الواقع الذي نمر به والمعارضات، وكذلك لا يوجد لدينا، نحن لسنا مثلا كمصر لنا تاريخ في الدراما أو لدينا مدن إعلامية، وأن وزارة الإعلام والثقافة حاضرة بقوة لكي نتشائم من الأعمال الفردية والجهود الذاتية التي تبذل سواء في المسلسلات الدرامية، قد لا تكون صحيح بالمستوى المأمول أو الكبير، لكنها لا بأس بها لأنها مبادرة ذاتية وكذلك جهود فردية ومعاناة كثيرة في ظل الحرب. مثلا لو تكلمنا عن الدرامات أو البرامج الأخرى التي هي أنا أعتبرها جبهة وعي بامتياز، الدراما شيء آخر. مثلا برز هذا العام مسلسل البن، قد تكون هناك في التفاصيل أخطاء بسيطة أو حفوات أو شيء أو نقصان،
لكن كان الهدف منه الأكبر هو أخو الجيران اليمني لزراعة البن والاضطراب في الخارج، فلا هو زرع البن التي هي ثروة كبيرة لو حافظنا عليها أنها أفضل لنا من البترول. كان هذا الهدف الأكبر والأسمى نعتبره ما دام وكان في دراما أو هو هدف كبير. الشيء الآخر البرامج التوعوية أو مثل العاتف، فأنا أعتبره جبهة وعي بامتياز لأنه لا بد لنا من هذا، وهو في كل سنة يتألق بكثير ومبادرة ذاتية. وأعرف مثلا من هم مثلا محمد الرب أو إبراهيم بادي أو غيرهم في مثل مسلسل آسف في برنامج آسف خاص، من أشياء بسيطة جدا من استوديوهات يعني هي غرف بسيطة وغيرها. كذلك برنامج مثلا مثل سبت كان قوي جدا، عرّس السلالة وعرّس أولئك الذين ينتهزون اليمن. صحيح قد تكون الطابع السياسي في بعض الأحيان ممل، لكن أصلاً واقعنا السياسي بامتياز، يعني لابد من معركة إعلامية. وكأساً تحدثت مثلاً أو الأبرعي في قناة السهيل يعالج كثير من القضايا، لأنه لابد من أي برنامج أن يعالج الواقع. وهم من مبادرة ذاتية كما قلت لك وأشياء بسيطة جداً استطاعوا ان يصلوا للجمهور الكريم، وهم يخاطبون العامة. صحيح انت ترى ان هذا الانتاج لا بأس من النخبة. نعم نبيل، إذن أنت ترى أن هذا الإنتاج لا بأس به بالنظر إلى الظروف والأوضاع التي تمر بها اليمن. شكرا جزيلا لك نبيل الفقي، كنت معي من السعودية. الآن اتصل آخر من هالة العولقي وهي صحفية تنضم إلي، هي معنا من إيطاليا. مرحبا بك هالة. مساء الخير يا أمل، كيف الحال؟ مساء النور. مساء النور، أهلا بك هالة. تقييمك للدراما وما المسلسل أو البرنامج الذي حاز على اهتمامك هذا العام؟ بصراحة أنا لأنه متواجدة خارج اليمن وأحاول قدر المستطاع أنني أضل على صلة بما يقدم من برامج على شاشة التلفزيون اليمني. للأمانة يعني كان في جهد مشكور من كثير من القنوات بتقديم الكثير من المسلسلات والبرامج، المسابقات، برامج أيضا يعني تحاكي وتناقش الكثير من القضايا المجتمعية والسياسية في الداخل. وإذا كنت تحاولي أنت يعني تسألي عن مسلسل بعيني، أنا طبعا من أشد المتابعين في غربة البن، للأسف الشديد يعني خاب أملي في الفترة الأخيرة، لأنه يعني في الحلقات الأخيرة من البرنامج كنا كثير متفائلين بغربة البن، لأنه بيناقش قضايا جدا مهمة، وأولها هي العودة إلى زراعة البن وتنمية هذا الجانب رغم الظروف السيئة طبعا التي تمر بها البلاد، إلا أن شركة الإنتاج وفريق العمل والممثلين بذلوا جهد مشكور بأنهم خاضوا هذه التجربة في إنتاج مسلسل درامي. لكن للأسف الشديد التسلسل الدرامي في الحلقات الأخيرة هو ما خيب الآمال، خصوصا آمال المتابعين لهم. فلاحظنا أنه هناك كان في دروب درامي واضح تماما في التسلسل بين الحلقات، إضافة إلى أنه يعني أعتقد بأنهم وقعوا في فخ التسابق لاستعراض المسلسلات في رمضان، والمنافسة المحلية اللي صراحة ما كناش نتوقعها هذا العام، لكن كثير من القنوات دخلت هذه المنافسة ومنها قناة المهرة. نعم. لاحظنا أنهم كمان يعني أنتجوا الكثير من البرامج الرمضانية هذا العام، فأنا أتوقع أنه هذه المنافسة دائما يعني تخليهم متحمسين لدرجة أنهم ممكن يوقعوا في الأخطاء الذي شاهدناها كثيرا في الكثير من البرامج. وبالرغم من ذلك أنا طبعا من أشد المتابعين والداعمين للمنتج المحلي. نعم. فإنتاجهم نعم. تفضلي تفضلي اكملي. قلت لك يعني أنه يتم إنتاج محلي وبهذه الظروف الصعبة اللي احنا يعني فيها جهد مشكور، لابد من دعمه بشكل أو بآخر. هناك هفوات، هناك ثغرات لابد من معالجتها في الأعمال السابقة. كنا نتمنى بأن
يعني غربة البنت تدخل في سباق درامي يحصل على جوائز سواء محليا أو عربيا، لكن للأسف الشديد مع كل الإخفاقات اللي لاحظناها في الحلقات الأخيرة منه حيكون صعب جدا دخوله. كان حلو يعني محاولة استنساخ مسلسل الدلال العام الماضي، حلو كمان دخول وجوه جديدة زي عمار العزكي. كثير أشياء كانت محمسة إن إحنا نتابع المسلسل، لكن للأسف الشديد خذلونا. والمبلغ الذي تم دفعه في رحلة إلى إثيوبيا كان بإمكانهم أنهم يتفادوا كثير من الأخطاء المونتاجية، لأنه في أخطاء لا تغتفر في المونتاج. وبالرغم من كل ذلك طبعا إحنا حنبقى داعمين دائما للمنتج المحلي كما قال وضاح الحنين إلى الوطن الذي يملؤنا جميعا في الغربة. هلا دائما ارتبط رمضان بالبرامج الإنسانية والمسابقاتية خاصة، تعودنا دائما صحيح. أن يكون هنالك برامج مسابقاتية في رمضان. لوحظ في الفترة صحيح. الأخيرة أنه غابت مثل هكذا برامج على القنوات المحلية، ما السبب برأيك هلا؟ أعتقد أولا الله يرحم يحيى علاو فارس الميدان والفارس الدائم الغائب الحاضر معنا دائما، وهو كان الملك في هذه النوعية من البرامج الرمضانية. كل الجهود التي ممكن أن تكون موجودة الآن ربما ضعفها هو المادة. إحنا ما بنلاقيش الداعمين التجاريين لإنتاج برامج مسابقاتية فعلا على أرض الواقع يمكن أن يدعموا بسخاء. أكيد الحرب تضفي بظلالها على كل نواحي الحياة، ومنها أكيد الإنتاج التلفزيوني الرمضاني. يعني الناس بتبقى ناطرة ومنتظرة كل البرامج المسابقاتية عشان يشاركوا عشان يلاقوا جوائز ويفرحوا بها وكذا، لكن الظروف الاقتصادية التي تمر على الجميع ومنها أكيد التجار لابد أن تكون هي سبب من الأسباب، إضافة إلى أنه زي ما قلت لك يعني شركات الإنتاج المحلية جبانة، رأس المال دائما جبان. وللأسف الشديد المؤسسة الحكومية مع الوضع الراهن لليمن أصبحت مشتتة ومقسمة، والتقسيم لا يؤتي إلا بسلبيات ممكن أن تكون موجودة على المجتمع. نعم للأسف. إذن هلا العولقي كنت معنا من إيطاليا، شكرا جزيلا لك. أشكرك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام الآن نستعرض لكم بعض تصريحات المتابعين من الشارع اليمني حول الموضوع والذي وصلتنا عبر الواتساب. اليمنية خاصة هذا العام يعني كانت قريبة الواقع وعالجت مسائل كثيرة، منها كغربة البن يعني غربة اليمنيين ومعاناة اليمنيين في الخارج، ودور الجهات الرسمية الغائب لأجل يعني لمناقشة وعمل حلول لازمة للمغتربين كالتي فرضت عليهم مؤخرا كالكفالات وغيرها. والله المسلسلات اليمنية من قبل كانت يعني ما كانت تلامس الواقع كذا بشكل كبير جدا، فالسنة هذه طبعا وقع نقلة نوعية يعني كبيرة نوعا ما. في معك مثلا مسلسل هذا غربة البن، هذا المسلسل السنة هذه يعني صراحة كسر الدنيا السنة دي، يعني حاكي لك الواقع يعني قصة المغترب كيف كان. مثلا المغترب يبدأ يتزوج زي هذا مسعود، بدأ يتزوج عمل له شهر تمام في تمام وسافر وجلس، يعني يكلمك على وفاء الزوجة كيف وحال المغترب كيف لما يسافر وكيف يرجع، وهذه النقلة النوعية. بشكل عام يعني هل لامس الواقع؟ بشكل عام في معك مسلسل هذا غربة البن، طبعا هذا لامس الواقع بشكل يعني كبير. أما هذا بقية المسلسلات يعني مش ما فيش ملامسة للواقع للأسف. الدراما اليمنية ما نستشهد نحكم عليه من خلال يعني عمل واحد، فهناك أنواع من الدراما اليمنية. في دراما اليمنية حكت الواقع واستطاعت أن تنقل صورة واقعية للناس وتؤثر به المجتمع، وبينما أخرى يعني الدراما اليمنية ما كانت هي بجهة والواقع بجهة وتحاكي شيء خارج، فكان في يعني ما فيش قبول. نتمنى التصحيح والتعديل وتلافي الأخطاء إن شاء الله.
إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جزء من آراء الشارع التي وصلتنا عبر الواتساب. الآن نستقبل اتصال آخر معنا، سمية علي وهي صحفية تنضم إلينا عبر الهاتف من هولندا. مرحبا بك سمية. أهلا وسهلا، أهلا فيكي. أهلا فيك سمية، ما رأيك في الدراما اليمنية هذا العام وفي الأعمال التلفزيونية خاصة أو عامة؟ يعني للأسف لا زالت الدراما اليمنية تمر في مرحلة الإنعاش رغم سماعي لآراء الكثير حول مسلسل غربة البن، والذي يعتبر الجيد من بين السيء يعني، وليس الجيد من بين الأشياء الجيدة، وهنا تبدأ الحديث عن الدراما. للأسف أنه محاولة، أولا في نقد عام أنه كانت، نلاحظ أن قنوات حكومة لا يوجد قنوات حكومية تبنت مسلسلات، وهذه من الأشياء التي للأسف ربما استهانة منهم بدور المسلسلات وتأثيرها على مستوى الفرد اليمني. يعني احنا لو جينا ننظر لثقافة الشعب اليمني او للغالبية، انه لا زالت المسلسلات لها الدور والتأثير الكبير او دور التغيير الكبير بأفكارهم. من هنا لنا عتب كبير على حكومتنا الشرعية التي تتجاهل الرسالة الإعلامية او الرسالة الإنسانية من خلال المسلسلات، واهتمت فقط في المسلسلات او نقول الاخبار او السياسيه والى ذلك. اما من جهه الدراما اليمنيه، هناك طبعا ابتذال بتقديم طرح كوميدي، مما ادى الى انه اصبحت الرساله الكوميديه التي تعتمد على الاضحاك دون يعني ايصال رساله غابت تماما من مسلسلاتنا اليمنيه. حتى مسلسل غربه البن هو على مستوى تراجيدي او دراما تراجيديه نوعا ما قدم رساله، ولكن حتى مستوى اللغة والحوار كان ضعيف جدا، أداء معظم الممثلين كان ركيك، الكوميديا برضو أصبحت تهريج ولم تكن كوميديا، لأنه لو جينا نشوف دور الكوميديا بالمسلسل كلها مجرد ابتذال أشكال مضحكة، وكأنهم يحاولون يعني الاستخفاف بمستوى اليمني أو تصوير اليمني كشخص عبيط أو غبي أو يعني بشكل ابتذال، ولم يكن كوميديا هادفة تعتمد على الإضحاك إيصال رسالة يعني، بل وصلت لمرحلة هزلية تخرجها من نطاق الكوميديا. نعم سمية، ولكن رغم كل ما ذكرتيه واتفق مع ما طرحته البعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نسبة المشاهدة لهذا المسلسل بالذات عالية، ألا يعتبر نسبة؟ نعم، ما الذي يجعل الناس تشاهد إن كان بهذا السوء؟ سؤال جميل. طبعا انا كمان يعني يمنيه مغتربه، ولكن حنيننا الى اليمن، حنيننا للعوده الى اليمن هو ما جعلنا نتابع غربه البن. اجمل ما بمسلسل غربه البن هو زي ما حكيت لك، نقول الدراما التراجيديه الماساويه او والدراما الموسيقيه، اللي هي طبعا عمار العزكي كان بالدراما الموسيقيه ناجح اكثر منه كممثل، يعني الاغاني التصويريه والموسيقى كلها التي تربطنا باليمن. اما غربه البن بالنسبه حتى لمناقشه زراعه البن، لم يكن هناك يعني مناقشه حقيقيه او نقول موضوعيه اكثر، انما هم فقط دعوا للعوده الى زراعه البن، ولكن كان يجب ان تكون مناقشات اكثر او مثلا اصلاح للقضيه بشكل درامي خفيف مثلا، مش بس انه نحن لازم يعني كذا الرساله اصبحت نرجع لعوده البن، ما فيش مناقشه حقيقيه لموضوع البن. هذا من جهه. اما من جهه الغربه والاضطراب هم ناقشوا الموضوع برضه، بس عن طريق انه كمان الدراما التراجيديه، بس كوميديا لا زالت الدراما اليمنيه للاسف تمر بمرحله انعاش ومرحله مزريه جدا جدا، ربما نحتاج لثوره ربيع عربي بالكوميديا اليمنيه. لا نستطيع ان نقول نحن لدينا كوميديا يمنيه حقيقيه للاسف الشديد، هي تهريج لا اكثر. نعم سمية، إذن ما السبب وما الذي نحتاجه لنرفع هذا المستوى؟ أعتقد أنه أولا مستوى يجب أن يعرف الكاتب، أنا أعتبي أولا على كاتب القصة اللي هو يعرف أنه دراما كوميدية لازم تحتاج لمستوى عال من الذكاء والطلاقة الإدراكية، مستوى إدراك كبير أنه أنت تضحك الشعب. أولا هو يعني حين يقدم هذه الكوميديا يقدمها للشعب اليمني، أنت تسخر من عقولنا يا صلاح الوافي بهذه الكوميديا مثلا، أو مسلسل حالتي حالة، الأشكال التي تضعونها والديكورات أو المكياجات على الوجه هذه أصبحت شيء لا يناسب العصر الذي نحن فيه، يعني هم لأي جمهور يقدمون هذه الأشكال أو هذه الأشياء الساذجة نوعا ما مع احترامي. يعني إذا كان الكاتب ليس بمستوى
كتابة دراما كوميدية لا يجب أن يجرؤ على هذه الفكرة بصراحة. يعني كانت تراجيديا كان أفضل له، ولكن حاول يقدم الطابع الكوميدي بطريقة تثير التقزز. وأغلبنا متابعين الحبكة الدرامية اللي هي يعني متابع المسلسل بالذات غربة البون، يعني لسبب أنه الحبكة الدرامية نوعا ما نقول جميلة، أنه ننتظر عودة مسعود، ننتظر يعني حكاية مناقشة الخطايا السبع من قبل صلاح الوافي اللي هي الجشع وما أدى إلى هذه الحبكة الدرامية والنتائج التي ننتظرها. نعم عدا عن ذلك، أما مسلسل عدا عن ذلك أما يعني أما نوعا ما كوميديا فهي لم تكن بقدر ما تثير اشمئزازي واشمئزاز الكثير، وبقدر ما نجد هناك ناس على صفحات الأصدقاء أو يطالبون بإيقاف مسلسل غربة بن فقط لمستوى الكوميديا التي يعني كان فيها إسفاف بحق اليمني أو بتمثيل صورة اليمني. الشيء الثاني مسلسل حالة الحالة وصلت وجهة نظرك، أعتذر منك، وقت البرنامج لم يعد. شكرا لاستضافتكم، وأتمنى أن يكون لرأيي على الأقل صدى يسمع أو انتقادي أثر. أشكرك على مشاركتك معنا في البرنامج، شكرا جزيلا سمية علي، صحفية كنت معنا من هولندا. إذن اتصل آخر من محمد الصوفي وهو أيضا صحفي ينضم إلينا من تعز، مرحبا بك محمد. محمد هل تسمعني؟ نعم أهلا بكم. أهلا بك محمد. إذن انقسم الناس إلى فريقين، فريق كان مستاء ورأى الموضوع بطريقة سلبية، والبعض الآخر استمر قال أن الإنتاج لا بأس به مقارنة بالأوضاع التي تمر فيها البلد. من أي فريق أنت؟ أنا من الفريق الأول باعتقادي لأسباب وجيهة، لأنه الدراما أعتقد المسلسلات الموسمية اليمنية تفتقد لأدنى درجات المنطق للأسف. أقصد ما نشهده من الاستخفاف بعقلية المشاهد، الركاكة في السيناريو، الفقر في واقعية وتماسك الأحداث، البعد الكبير والشاسع عن الواقع والعقل، اعتماد نمط واحد من الدراما الذي يركز على الكوميديا الساخرة والتسطيح. يعني تلاحظيهم مثلا يستخفون بأحداث كبيرة وفارقة كالموت، الزواج، الحب وسواها من المواضيع، يقدمونها بشكل باهت وسطحي. تلاحظين أنهم يعرضون الكثير من الأحداث المبتورة والناقصة التي لم نعد نحن كمشاهدون أو كمشاهدين قادرين على تصنيفها أو تأطيرها أو حتى تبريرها في كل مرة. أنا من الذين يأخذون يعني أعتقد أن المسلسلات الموسمية في اليمن تفشل غالبا، لأنهم يصرون بشكل مخيف على تصفيح الشخصية اليمنية، إظهارها بشكل ساذج وبدائي والتهريج بالأحداث والشخصيات بطريقة مبالغ بها، يعني أحيانا تبعث على الحيرة والتقزز. شوفي عزيزتي مشكلة باختصار، أعتقد أنه إحنا نريد في اليمن أن نقدم دراما وكوميديا وتراجيديا وفانتازيا في عمل واحد. حتى أن الممثل الناجح نسبيا يعني بين زملائه يصر في لحظة ما على تقديم نفسه كمؤلف وسيناريست ومخرج ومشرف عام وكل شيء تقريبا. يعني لا يمكن أن نحن في وسط تنافسي، أقصد أن تعرض أعمال درامية تقترب نسبة الخطأ فيها من صفر. لذلك نحن مطالبين بتقديم دراما هادفة تنقل صورة مشرقة عن اليمن العظيم المكافح، وكذلك تنقل قضية ونضاله في سبيل كعادة دولته. نعم. نعم محمد، هل يمكن أن نرجع هذا المستوى الضعيف الذي تحدثت عنه إلى الموارد والداعمين والميزانية والظروف التي تمر فيها البلد؟ هل هذا سبب كافي لهذا أو مبرر لهذا الضعف وهذا المستوى؟ لا أعتقد أن هذا مبرر، لأنه الشركات التي تعمل على الإنتاج مثل هذه المسلسلات هي عندها إمكانيات ضخمة. يعني إذا تأملت الصفقات اللي تدور يعني في هذه المسلسلات هي صفقات ضخمة. شوف أنا أعتقد أن من أبرز الأسباب اللي ساهمت في تفوق نمط واحد كل المسلسلات اليمنية هو أن الطابع الكوميدي غالبا لا يتطلب الكثير من الجهد، خاصة في اليمن. يعني يكفي أنه تمارس التهريج والتسطيح وتستخدم الكلمات الشعبية الدارجة وتوصل لشريحة واسعة وتحقق نجاح. يعني الدراما الحقيقية مكلفة وتحتاج خبرات ودقة وتماسك واحتراف، لذلك هم يفرون يعني ويتخذون الطريق الأسهل غالبا. نعم إذن محمد الصوفي. نعم أعتذر منك محمد، وقت البرنامج انتهى، لهذا أنا مضطرة أن أنهي معك.
محمد الصوفي صحفي، كنت معي من تعز، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدين الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نشكركم على حسن المتابعة، الشكر لكم موصول من منتج البرنامج الزميل عمر النهمي ومن كامل طاقم البرنامج والقناة، شكرا على المتابعة ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.